السيد مسعود بارزاني يتحدث عن ألاعيب ارتباطا بمسألة الحديث عن تغيير قانون الانتخابات. ليش دائما الكتل السياسية تحس أنه نفسها مستهدفة عندما يتم الحديث عن تغيير قانون الانتخابات؟ تفضلي. سلامي ست رانيا لك وللأستاذ سامي. يعني حياك عندما الله. نتحدث عن العراق حقيقة، عن الانتخابات، أول شيء يجب أن نعرف أنه عندنا في العراق نسبة ضئيلة جدا من المواطنين يشاركون في الانتخابات. بكلام آخر وإن صح تعبيري، الأغلبية التي تقف خلف الحكومات العراقية هي حقيقة أقل من تلك الأغلبية التي كانت تقف وراء الدكتاتوريات في العراق وفي أماكن أخرى. لاحظي خاصة بالنسبة إلى المناطق الشيعية، نسبة المشاركة تقل عن 20%، كثيرا ما يقولون عن 18%. من هؤلاء انسحب السيد الصدر، بمعنى من المناطق الشيعية الأخوة البرلمانيون لا يمثلون 7% أو 5% في أحسن الأحوال 7%، ويحكمون العراق. إذا هناك حقيقة يعني المقارنة صحيحة الأولى. سيد محمد، المقارنة باعتقادك أنه هي صحيحة؟ يعني سابقا ربما كانوا يقفون قصريا مع النظام السابق، هنا اليوم احنا عندنا ديمقراطية. هذا قابل للنقاش سترانيا، عفوا، نعم سترانيا، قابل للنقاش، أنا معك صحيح. لكن في كل الأحوال الدعم الجماوي أو الشعبية الشرعية الجماهيرية التي يجب أو تكون الجماهير أو الشعب هو مصدر السلطة في حالة ديمقراطية العراق حقيقة غائب. إذا علينا أولا أن نبحث عن طرق كيف نجعل المواطن العراقي يثق بدولته ويشارك في الحكومة، هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما نبني على هذه الأقلية أيضا، إذا كنت طرف سيذهب ويبحث عن السبيل الأفضل له، كيف سيستطيع من خلال هذه الأقلية أن يكون هو الفائز. وهنا حقيقة هذه كارثة للعراق وكارثة ديمقراطية. سيد مسعود البارزاني يعني حقيقة هو بالنسبة إلى أقليم كردستان، وهو ما يريده للعراق أيضا، أول ما طالب به هو أن تتحول الشرعية الثورية إلى الشرعية الجماهيرية، بمعنى البحث عن تلك الحلول التي تجعل المواطن بأغلبيته وليست بأقلية تنحصر. أنا قلت 7 لنقل 10%. بالنهاية عندك الآن حاليا في الواقع حوالي 10% من يحكمون العراق، زين، إذا استثنينا المناطق المحافظات الكردية والمحافظات السنية. الحكام الفعليون في العراق لا يتمتعون بشرعية حشر جماهيرية. أنا أريد أرجع السؤال سيد محمد، أنتم ليش تتخوفون من قانون أو تغيير أو تعديل قانون الانتخابات؟ يعني أنتم كديمقراطي الكردستاني، أنتم يعني أصواتكم معروفة، وزنكم الانتخابي معروف، وشفناه بالانتخابات الأخيرة، انتخابات إقليم كردستان. لو تخافون على ممكن حلفائكم بخارج الأقليم. رانيا، ليس هناك تخوف كردي أو تخوف من الديمقراطي الكردستاني من نظام الانتخابات. أسوأ نظام الانتخابات هو كان نظام الانتخابات أسوأ فيما يخص الديمقراطي الكردستاني. أسوأ نظام انتخاباتي هو النظام الذي دخلنا به هذه المرة الانتخابات في أقليم كردستان. إذن ليش السيد مسعود بارزاني هاجم تعديل قانون الانتخابات ووصفه بالألاعيب؟ لا تفضل. السيد مسعود البارزاني لا يهاجم، عنده مشروع للديمقراطية وللانتخابات، وهو نحن في حالة تكوين دولة العراق. في هذه نحن نحتاج أن تستطيع الأحزاب العراقية تتواجد في جميع مناطق العراق بما فيه في أقليم كردستان طبعا.
كيف سنحصل على أحزاب عراقية عندما تكون عندنا دائرة عراقية وليس دائرة محافظاتنا معلوم منحصرة بمحافظات كردية، محافظات سنية، محافظات شيعية. إذا أنت بحاجة إلى دائرة عراقية، بمعنى أن يكون العراق دائرة واحدة. هذا اللي يساهم في خلق المواطنة العراقية، بعكس نبقى على هذا الحال. الكردي يبقى كردي، لا يعطي صوته بتاتا للعربي سواء كان سنيا أو شيعيا. الشيعي أيضا سيبقى يصوت لأحزابه الشيعية، والسني يبقى يصوت لأحزابه السنية. هل نحن راضون بهذا النظام؟ هل نريد هكذا دولة؟ أم نريد دولة أن يكون جميع المواطنين يشعرون بانتمائهم إلى العراق؟ هذا الانتماء إلى العراق، الانتماء السياسي، يأتي من خلال أحزاب عراقية، وأحزاب عراقية وهذا السؤال التالي أن تظهر أنه هذا المشروع، مشروع السيد مسعود بارزاني، منو راح يدعمه؟ منو وياه؟ لا لاحظي، هذه احدى بالنهايه الدوله العراقيه، البرلمان العراقي هو الذي يجب ان يصوت على تعديل او تاخير الابقاء على نظام الانتخابات الحالي، صحيح؟ لكن الاطراف التي يهمها عراق مستقر، ونحن في اقليم كردستان نرى استقرارنا ضمن استقرار العراقي، ما دام ليست عندنا دولة وتكون السلطة العامة منحصرة بيد هذه الدولة، ليس سلطات فرعية تعلو على السلطة الدولية. أنت عندما ما يكون عندك سلطة عامة، بمعنى يعني شنو هو الدولة؟ ما هو مفهوم الدولة؟ أرض، شعب، ما أعرف إيش؟ هذا صحيح، لكن العامل الأساسي هو أن تكون عندك سلطة عامة لا تعلو عليها سلطات أخرى.